تقول سماحة الشيخ: كثر الحديث في وسائل الإعلام هذه الأيام وإشاعة هذه الفكرة بين العوام، وهو إباحة الغناء بالمعازف، وأنه لا نص صريح على تحريم ذلك، وجل الأحاديث الواردة إما ضعيفة أو موضوعة، فنرجو من سماحتكم بيان الدليل الصحيح في هذه المسألة. القائل لهذا الكلام معروف، ما عنده علم، معروف، نعرفه، كل يعرفه أن ما عنده علم يؤهله إلى أن يقول هالكلام، ولكنه قاله عفى الله عنا وعنه، قاله بدون علم. هل درس الأحاديث والآيات وكلام أهل العلم وعرفها أو لا؟ ما ليس عنده شيء من هذا، إنما يردد كلام غيره، يردد كلام غيره من المبيحين للأغاني والمزامير، يردد كلامهم فقط من غير بصيرة ومن غير علم، فلا يغتر بكلامه.